معنا ضيفنا من القاهرة السيد سعيد عبدو، رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين. أستاذ سعيد، لا شك أنك تابعت معنا التقارير التي عرضناها قبل قليل. منذ آلاف السنين كبشر اعتدنا على الكتب الورقية، ولكن ربما هناك اختلاف اليوم في ظل هذه الثورة الرقمية التي حولت الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية. هل ما زال الكتب الورقية ما زالت تحتفظ ربما على مكانتها اليوم؟ والحقيقة التقرير جميل محترم. العلاقة بين الكتاب الورقي والكتاب الرقمي علاقة تكاملية. أنا بعتبر أنه أي وسيط جديد دايما بيبقى عندنا هاجس وخوف وهلع من الجديد، أنه هيسطو على الوسيط القديم، هيدمر الوسيط القديم، هيلغي الوسيط القديم. إنما أنا أرى أنه الوسيط الجديد اللي هو الكتاب الرقمي الحقيقة هو رافد جديد ومهم للناشر إذا أحسن استخدامه. إذا أحسن استخدامه من كافة الجوانب، لأنه انتشرت في الفترة الأخيرة الحقيقة على مستوى العالم وخاصة العالم العربي، اللي هي الحقيقة في الملكية الفكرية غير محمية بشكل طيب. انتشرت مواقع كتير تتيح النصوص الورقية ودون إذن من الناشر الأصلي ودون الرجوع للناشر. هذه المواقع تؤثر بالتأكيد على صناعة النشر في مصر والعالم العربي. إنما الكتاب الرقمي هو رافد جيد ورافد ومورد جديد يعتمد في الأساس على النص الورقي، على المحتوى. المحتوى كلما كان جيدا كلما كان عليه طلب وكلما انتشر، سواء في وسيط رقمي أو وسيط ورقي، وهو في الأساس الورقي. وما زالت الإصدارات الورقية أو الطباعة الورقية بالنسبة لعالم النشر أو لصناعة النشر الآن معدل النمو فيها أعلى من معدل نمو الكتاب الرقمي. إضافة في وسيط جديد يمكن لم ندركه أو لم نتطرق إليه، اللي هو الوسيط الصوتي. في الوسيط الصوتي الآن بدأت شركات، وأعتقد في العالم العربي في حدود 3 شركات تعمل على نقل المحتوى الورقي إلى محتوى صوتي، بيتيح سهولة ويسر للقارئ أو للمتلقي أن يستمع ويمارس عادة القراءة من خلال الوسيط الصوتي ويستمع يستمع إلى هذه النصوص الغير متاحة الرقمية. وحضرتك قلت أن هناك علاقة تكامل بين الكتب الرقمية والكتب الورقية، ولكن ما الذي جعل اليوم الكتب الورقية ما زالت تحتفظ على مكانتها بالرغم من المزايا الكثيرة لربما الكتب الإلكترونية، ومنها قلة التكلفة وربما سهولة الوصول إليها أكثر من الكتب الورقية؟ الكتاب الورقي على الرغم من كل اليسر وكل المقومات الجديدة للوسيط الرقمي، إنما الكتاب الورقي هو رفيق وصديق، والقراءة عادة سهل التنقل بالكتاب الورقي في أي مكان. زي ما حتى ذكر التقرير إنه في أماكن لا يتوفر فيها الكهرباء، في أوقات تانية أنا متيسر ليا في النادي، متيسر ليا في وأنا مستلقي وأنا في جيبي وأنا مسافر، وله متعة. الكتاب الحقيقة بيفتح للخيال وبيعمل علاقة كبيرة جدا، اللي هو الوسيط الورقي بيعمل علاقة كبيرة جدا بين الإنسان وبين الكتاب، وبيشعل الخيال وبيعمل الحياة درجة إشباع كبيرة قوي بالنسبة للقارئ. الكتاب الإلكتروني أو الوسيط الإلكتروني الحقيقة أنا ما أقدرش أستطيع أن أنا أقعد فترة طويلة قدامه. في قدرة في طاقة معينة أقدر أعملها. برضو له مضار أخرى التعرض لشاشات التليفون أو أي وسيط إنه بيطرح عليه أو التابلت، له أثر سلبي على الإنسان.
ايا كان. طيب هذا استاذ احمد او استاذ سعيد عفوا في الختام، هل يمكن القول ان علاقه بين كل هذه الكتب الورقيه او الوسيط كما ذكرت الرقمي وايضا الصوتي والكتب الورقيه هي كلها لديها ربما علاقه تكامل ولديها مميزات ربما وايجابيات ايضا وتكمل بعضها البعض؟ ما الذي يمكنك في الختام استاذ سعيد ان تقوله ربما للمشاهدين لمن يقبل على هذا النوع من القراءه الالكترونيه وربما نسي القراءه او الكتب الورقيه؟ القراءة الرقمية الحقيقة أنا بشجع، في ناس كتيرة جدا ما تحبش تقرأ الكتاب الورقي إنما يتاح له الكتاب الرقمي. هو وسيط جديد، وسيط مهم جدا بيسد فراغ، ولكن أهم شيء فيه بالنسبة لي اللي هو مراعاة حقوق الملكية الفكرية للناشر والمبدع اللي هو المؤلف في النهاية. نعم. لكي تستمر هذه الصناعة، ما هو لا يمكن إن أنا أقدم شيء جديد من خلال إبداع كمؤلف وأنا لا أحصل على حقوقي. الناشر كمان اللي هو بيقوم على الصناعة لا يمكن أن يستمر في استثمار وتقديم الجديد من الإبداعات وهو لا يحصل على هذه الحقوق. لابد من التشريعات الحامية لهذه الصناعة في الدول العربية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سعيد عبدو رئيس مجلس إدارة المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، شكرا جزيلا لك.